نادي السيارات على فكرة أنشئ 1905، كان أول إنشاء له، وكان مكون من مجموعة من مالكي السيارات في ذلك الوقت، من الأمراء والنبلاء والأجانب. فضل شوية في هذا الوقت وبعدين توقف. كان الهدف منه ان هو يدي شوية تعليمات بخصوص كيفية القيادة، كيفية الإصلاح، حاجات بسيطة كده لمجموعة مقتني السيارات اللي كانوا محدودين في ذلك الوقت. بعد كده توقف عشان الحرب العالمية الأولى، وأعيد إنشاؤه سنة 1924 برعاية سامية من جلالة الملك فؤاد. 1924 ابتدى النادي وابتدى انضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للسيارات، وابتدى أنشطته المختلفة المتعلقة بالسياحة والتنقل وإعداد الخرائط واستقبال الأجانب اللي جايين وتقديم المساعدة. كان بيقوم بعملية أشبه بهيئة تنشيط السياحة حاليا. يعني الأب الروحي هو الملك فؤاد. أيوة مظبوط كده؟ تمام. كمل حضرتك. بس إلى أن وصلنا طبعا في مرحلة من المراحل، انضم نادي الرحلات إلى نادي السيارات، وأصبحنا نادي السيارات والرحلات المصري. إيه هو نادي الرحلات؟ معلش يا فندم. نادي الرحلات كان نادي مهتم بإقامة رحلات لأعضائه، وكان عنده زي تاريخي برضه يعني. تاريخي برضه. أوكي. وكان عنده، بس ما كانش ملكي، إحنا الوحيدين اللي كنا ملكي. أوكي تمام. عنده تمام. وصل علم. تمام يا فندم. يعني عنده أفرع في مناطق مختلفة زي المنتجعات الحالية، بس أياميها طبعا كان العملية محدودة. فاندمج مع نادي السيارات في سنة 67، ومن ذلك استمدينا الاسم نادي السيارات ورحلات النصر عشان اهتمامنا برحلات وهكذا. باشمهندس رؤوف، هل فعلا يعني الملك فاروق كان بيتردد باستمرار على النادي؟ كانت الملكة ناريمان صرحت بده في أحد